الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى. إلهي سبحانه وتعالى يا مهذا ودان إسكاله إنه سرتجليي إن نعاو ككل النو مدش مسجد كان مبارك مسجد الرشيد إنكو دون إن نبلونه إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس كريم كأه إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا أيام أنت إسكاله فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولا ليال ما دام أين بلاب دونه تفسير القرآن الكريم تفسيرك هي برشد معاني القرآن كنا أي آدي آد مهم أطهي وأرن آد علس يهي وحعاوى أن قادن دونا بإذن الله مقدمة أمه الرضع هي براروش نفطي دينا فيه نبأ نسو تشيدين أيها الإخوان في الله كتابك الله سبحانه وتعالى إن عنايو يددال لسيوه ونفط إيا وقتك الله هره وأرن آدي آد مهمه وحنا حقيقة ما أنت أمد إسلامك ميسين كتابك إلهي حقي أكلها إيا عنايدي إيا دريالك أحق أولها ميسين فنون تكالي إيا علوم تكالي وينكود دالة لكن قرآنك أها أصلك إيا أساسك حقيسي ماي ناسين حقيقتنا وحا ايتهي قفك قرآن كربي برتا ايه وحا وحنبارسن يهي علمي واكوبي قفك كتابك اللك قطن ايه وحا وحنبارسن يهينا علمي امسوهين وايو علمي قردم يوا في القرآن فني والبا اساق دحدي سويا الله ومفتاح العلوم كلها علوم تاوردن مفتاح دي البابك اللي قلقلها هو كتابك طريقي سلفك إيادتك وناكسنا إيهورنا سداسو أها وقرآن كي كبلابي چرين حفظي أهان يفهم أهان با يبرشد معاني ديس ولا ليال لماذا نتعلم تفسير القرآن الكريم محين أبرانينا تفسير كقرآنك أقوه الرئين القرآن كشرف هي كرامة وحقوق فلان إن بدنا فضائش سواد مقشين واند كدرك سنتهيني أنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود يعني قرآنك وهذا الكي الله وصفة من صفاته إلهي سبحانه وتعالى أكهد لي وأن مخلوق أهين إساق كسو بلوضي حقي سنة أنقن دونه محفوظ في الصدور ومسطور في الكتب لابت أهل العلم كسوغا كتبتنا كقرا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم ولا ليال هذا القرآن هو حبل الله المتين الذي من تمسك به اهتدى ومن حاد عنه ضل وغوى قرآنك وحرقي إلهي أتكاء الروح عسكده قبصده وهنونه وهجاجي روح كهبابانه وهل وحويانه كبيرانه ونقول يقفها الله بي أول ماي تكفل الله بحفظه من كل سوء إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الله بعد ما نتقاضوا بلن قاضي إلى الانتيس وكحفظنا يا شرع يا حمان أوردن وحلقوا مداري كرو وحنا لقى مردي مكرو هو شرف هذه الأمة قرآنك وأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شرف كيدا إيوانا كيدا يقبني مديدا والله حول سبحانه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله حولي وإنه لذكر لك نبي محمد قرآنك وحوكوية عديك الشرف هي عزي ولقومك
ريتولكا يقوم كاغنا عزبو يها يا شرف وسوف تسالون وانا ليدين ويدين دونا او نعمداس ان اد غدتين يا ان كغابسين ليسكو دين مايه ولا اسكغا دبا ايمان. هذا القران فيه شرفنا وعزنا. الهي وحول سبحانه لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون. وحن يدين كسو دجنا كتاب شرف كيني يا عزيني وكشرو ام يدان عقلي يا غرشال هين وايدان كلا سو عين وحايدن دبايا يا وحدفتين اي كشرتو. هذا القران به رفعة هذه الأمة أمضا هي ضدك إسلام كا وحي الكر لوغ قادي لها إلا لوس الرئيسين لها وكتاب كان يكتشيت سدين يعني وسو تشيدين. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحويدي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نبي وحويدي إلى هاي كتاب كاس ضد كرب أوغ قاضية قارن هوس بوغ دغيا او كد لينيا. صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه حديث كاس بلوغي سهره و خو كو روموبيا امدان اول كيدي يا كوي وناغا كو راعي اخر كي صدنبنا و خو كو روموبيا امدان اخر كيدا يا كو قران كا بايري. والنبي صلى الله عليه وسلم بلوغ حديث كا و خو كو يري ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما و ددكي هوره ويضع به آخرين وكو دنب كبيري. وحي نهينا تسال النول أو تلمام إياه ومضي هوري سيدا أي درجو إيا رفع أقارين إيا سرت إيا سببت إنا هيد كتابك مركي كتوس نادين تعاليم تيس. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما كواسي كر مودي إلى قيام الساعة إلى ما أنت نروح كستو كتوس نادا إلى هي ورفعنا إياه. إلا ما أنت صاحب القرآن لا يستوي مع غيره. لكن ما ها كل صاحب قرآن ومن أخذ القرآن وعمل به. إلا ما أنت رفع داس نوال بالنصيب كله هذو كل رغم كتابك وقفك قرآنك إهل كأوه لمسنا غيرك واسا قرآنك وقاتي هذو دقني أخلاق دكتور هديك لو كد الله بيا ويضع به آخرين. ما أنت الدلقة هايستا أمده وحصرت إياه سبب طويه وحوي ده كتاب كي بيكبايده وأنا كل دقمين حكم أهان دقن أهان عقيدة أهان عمل أهان عبادة أهان سوى الباء ويوجد ضعيفين دقن كي دين تي قرآنك ولا ليال. الرفعة بهذا الدين وبهذا الكتاب لكن وحي أباهنتها عمل إياه عقيدة إياه دقن والروح إنه مركه هرية قين صدو وحرف عادي سياسة رينتي سكشرته اعتقاده قرته طب أدنى وكرد قمه وأنا لين عنا ودافين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إلهي وحى وكر قاضي يكو مؤمنين تأذن كأذن كم مدة يكو علم جل سي درجوين درجات وأنا كرو وحلو تنكيري للتفخيم وينين لما تعينن ولا ما أورن درجة إنه عاسا كر لوجو قاضية وإلهي مو يعد قياسي كرتها ما شرتو مركا درجوين ألمو يه أحد قياسي كرا أنو شرين أيا كر لوجو قاضية سمضة. هذا القرآن وكهذين كر دقنه درجوين كشنة ذا لوجو كلا سرية سبب تيس. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وحلقوا أرنا يا صاحب القرآن والقرآن كي آخري أو الترتيل يا أو كلا دق دق سيد أدون كبا الترتيل إن جرتي حقي سوسي إن جرتي درجوين كشنا دنا كر كر أفنو إلا الجنة درجات كما أن النار دركات. جنة دوا درجوين كلا سريو سيد لو كلا عمل وناسين لوجو كلا سريو سيدا أي نار تبا أوتا هاي طبقيو كلا هو سيو أو سيدا لو كلا عمل حي هاي لو كلا دم ببدن هاي لو كلا هو سيو ونار تنا سيدا أو كلا هو سيو أو كلا درن تاي شنا دنا سيدا أو كلا سر هاي سيو أو كلا قيمة بدن تاي. وحلا جو أردنا يا مركا قرآن كا آخري وايو
darajada aad mudanaysa maanta waxay ku saleysan tahay ku egtahay aayada u dambeysay aqrido famin mustaqill wa min mustakthir wa halka naftada dhigto nin badsaday iyo nin yaraystayba quraanka nin walba intuu ka qaato kaga dhaqmo ka qaatay un ba darajadiisa jannaduna ay noqonaysa walaalayaal هذا القرآن وسببت رفعتنا إنكو نول إيه إنكو دمنا إلا بدبا مثال وحواه رفع القرآن لك حيا أدو نول إنو القرآن كو كركو قادو هل كان محرابك إيه أمدى لغتو كنا أيوه وشرف إيه كرامة عدو البا مقشو عدى أمو دندتك إنا يهرقشو إمام أنو قتلقو ضيدو وصاحب القرآن ورسولك وحوري صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله تتك وحاتك هنا يوهر قليا كتابك اللي أقو أخري أق ما هعد والبا وشرف يا كرامة أدو النول وحاك هرمر يوم مدنانتك سيئي كتاب الله أدو دنتينا قرآنك إساقا مدنانتك سيئي وغزوة أحد saxaabadii la laayay ee sharafta iyo karaamada badnaa waxa weeyaan dhawrkii saxaabiba xabaal baa lagu wada aasayay yowm uhud nabigu sallallahu alayhi wa sallam laban nin markuu xabaal ku wada aasayo waxa uu oran jiray ayyuhum akthar wa akhdhan lil quraan war labadan nin kee quraan badnaa fa idha ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fi lahdi marka la yiraahdo hebel isaga ayuu iilka ku hormarin jiray oo oran jiray hadaba isaga horeeya ka kala uu ka dambeeya idan hada alquraan huwa alladhi yuqaddimuka hayyan wa mayyita quraanku isaga ayaa ku hormarinaya ifiya aakhiraba adoo nool iyo adoo dhintay labadaba uu ku ergeynaya ergadiisana la celin maayo as-siyam walquraan yashfa'an lil'abd yawm alqiyamah صونك يا قرآنك أدونك وهو إرجين يا نمال أنت قيامة إلهي بيجو إرجت جيا صونك وحورنا يا رب عنتدي يا شهودي سي عنتدي يا عبيتانك يا شهوات كي أيان مال أنت ودي دي إما أنت إرجت إذا أقبل فشفعني فيه قرآنك وحورنا يا ربي منعته النوم بالليل هبين كيبان هرد ودي دو يوقع يشرو يوقع بهذه سنشري إما أنت إرجت إذا أقبل فيشفعان لابد بإرجده وده والله أقبله يا أول علين ما يو لكن واكي وصاحب القرآن الذي قام بالقرآن كي قرآن كاكس يحدين كو قمينين كو توسنان وعيد يقود أدك با كسو أروري لكن صاحب القرآن كي حقي سسيكو كعي أيو قرآن كي إرجين يا وهرقل يا إلا وكوه قامية شنضا هذا قرآن شرفتي إيا وناقي مسوكو بكره لكن سؤالي هو رأى نصه النقضة لماذا نتعلم التفسير؟ حين هذا بتفسير كأبرانينا حين قرآن كأبرانينا معنيه لنتدبر فيه ونعمل به واسع إنه أقفير سنه وإنه معاني دي سأقف كره وإنه أقول له إنه دبيت أقول عمل فالله إلا إن روحه وحوك عمل فلا وحو قرانا أيوه وحو كفكرا أو أفير صدا أو كتدبرا وحو فهم أيوه روحنا وحانو قرانين كما تدبرو وحانت قرانين كتدبري ميسيد أو أفير سن ميسيد وايو ما بفهم ميسيد لكن روحو وحو كفكرا أو أفير صدا وحو فهم أيوه معنيه سأو قرانا أيوه إذن وحين قرآن كتفسير كيسا أو برانينا si aynu ugu fiirsano oo aynu macnihiisa u dhuuxno dabeedna ugu dhaqano ila in hadafka loo soo dejiyey ma aha inaynu akhrino waa inaynu ku amal fallo inaynu akhrina waa cibaado ajar iyo abaal weyn baana laga helayaa oo ma sahlana laakiin waxaad ogaataa taa waxa ka muhiimsan oo ka mudan marka hore intaanad afka ka akhriin inaad qalbiga iyo camalka ka akhrido والذين يتلونه حق تلاوته امام كي وحويان تابعين توينا مفسر كامام مجاهد من ائمه التفسير وحا ويدي
أي يعملون به حق عمله تلاوده وحيوك لك على تلاوة لفظية وتلاوة حكمية تلاوة لفظية وحروف تيسا إلا آخر يوخ لكن التلاوة الحكمية وإن أوامر تيسا لقات النواهي ديسا لقاتك حدود ديسا لدورا لقودك مولا إلالي يوخ مرك التلاوة لبدا التلاوة مهم كي وتلاوة حكم كيسا وآهن لقودك مو إذن قرآن كوحو أبا هيا هي ماها قراءة كلي حروف تيسا لكن وعمل يا دقن يا أفير سشو إلهي وحول جل جلاله أرنك أي صغوة الماما يا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب الله وحول سبحانه كتاب أنزلناه إليك مبارك أي هذا كتاب أنزلناه إليك نبي الله كان هو كتاب أنو كجسد كنا أذيع مبارك كاسو لبركة وخير كيسو أفر بدنيها إفي آخرة با روح آخرة عمل كدكتا وكبركو بيو في الدنيا وفي الآخرة بركة أنا والله أرك يا صاحب القرآن هدو كرم شيقو في الدنيا وفي الآخرة نلشي صورية تضمبا لكن لماذا أنزلناه محن وسود كنا إلهي وحاو تلمامي الحكمة من إنزال القرآن حكمة دي قرآن كاللو سودتي إيه وشيدة إيه هدف كي لقالها سودتي انتيس والله وحاويلي ليدبروا آياته وحنو كتاب كاكو سودتي ليدبروا آياته سعيدتكو آيات كيسا أغفر في رصدان تدبركو ونظر بعد النظر إيقمضا إيه أرقا إن ليس كدبقيهو oo la istul taago oo aad loo dhuuxo waxa weeyaan loo fiirsado weeyaan tadabburku ma aha sida biyaha in la shubo xagga laga tago xagga looga baxo baqara ila bi rabbinaas iyadoo waxba kaaga duxin oo aanad waxba dareemin ma aha wali yadabbaru ayati halka waxaad arkaysaan de lama oran li yaqra'u wa yaqra'adu waa laga horeeyaa waana laga muhiimsan yahay laakin waxa la yidhi li yadabbaru ayati si ay dadku aayadkiisa ugu fiirfiirsadaan wali yatadhakkara ulul albab iyo si ay kuwa aqliga fayawlihi ugu waan toobaan oo wax ugu qaataan atadhakkur huwa thamaratu atadabbur in quraanka lagu waan toobo wax lagu qaataa waxay ka dhalanaysa marka hore in loo fiirsado wa tadabburu thamaratu fahmi almaana in loo fiirsadaana waa midaha ka dhalanaya marka hore ruuxu inuu fahmo oo macnahan uu garanayo hadii kale uma fiirsan karo hadaan u fahmaynba idan de maqsuudki quraanka loo soo dajiyay waxa lagu helayaa in macnihii quraanka la fahmo dabeed loo fiirsado dabadeedna lagu dhaqmo waxa la fahmay loo fiirsaday li yadabbaru ayati wali yatadhakkara ulul albab innaka waxa aafadu ay naga haysataa waa dhinaca fahamka macnaha quraanka oo maanta yaani dadka muslimiinta ee qiraa'ada quraanka kuma yara xifdiga quraanka kuma yara laakiin macnihiisa inay fahmaan oo dhuuxaan way ku yartahay waxa laga yaabaa in la dul ordayo uu laakiin aan hoos loogu dhaadhacayn asraarta iyo waxa weeyaan macaanida uu xambaarsan yahay kitaabka alle walaalayaa آيات كلا الله حوكولي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مياني أفير فير سنة قرآنك بس قلب يدو ذا الضبولا أوقف الكتب يهي ما قلب يدو ذا دشو ذا مقف الباسارا أولا الضبولي وخير بما قليه محي أفير فير سنة قرآنك مياني أفير سنة آيات كلا الله حوكولي أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أفلم يدبروا القول مياني أفير سن هذلك 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 الله وقرآنك أفلم يدبروا القول مياني هذلك الله أفير سن أوني فهم أوني هوس بأدين أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين بسوح أويمد وحان آبياش ودي هربا ويمن
ما كتاب كلاي الرسول كلاي هداية كلاي هلين ماي ماي هلين إواني أفيرسن وتدبرك أيا كمقن وايو لو تدبروا في القرآن هذا القرآن كأفيرسن لهاين أي فهم لهاين وكدق ملهاين هذا كدق ملهاين شرف كيس الدنيا كآخرة بواهل لهاين لكن مشكلة دو دوا محي وعدم التدبر آية دي إمامك إنه تكين أي مغرب كي جزاه الله خيرا محي آهي لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله وحويد كتاب كا قرآن كأهدان كسو دول دجين لهين على جبل بورد كديد بورا هاد أركتين أدي قودة دشو دا قرآن كأهدين لكسو دجين لها وحليد وحد أركي لهين بورتا أدي قاله أو خشوع سن أو دل دل ناعي سعبسي إلهي درتين بورتاس أو الله خشوع ضي أو الله دل دل ناعي سو الله سو دادان إيسا من خشية الله عليس كقرآن كو علوسي عدم ديس درتين وحنو تصالي يا شادتك أغو سو قادان إينا بل سي أي قرآن كأغو فكران أي أغو فيرسدان إذن هذا القرآن بورها أي حملوا يعني ما يحملين بورها دي لغو سو دجين لها لكن دي قلب ابن آدم إن آدم قلبي سيبان نقضي متكق الله لي أضيق بضن بورها أضي قودة وقرآن كي أهريها بين لغو أخرية أنو سامين يرهات كلهين عياذا بالله هذا القرآن وحين نوغبها هي تدبر وحكمة اللوسو دجي التدبر حسن البصري عليه رحمة الله وحولها والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله وما يرى له القرآن في خلق ولا عمل وحد حسن البصري والله وفي رسشد قرآنكم معها إن حروفتي سلا حفظه حدودي سنة الله ضيعه إلا متكود أرانا أيوه قرآن كودن وان أخري قرآن كينا لغا أركي مايو أو لغا ديهان مايو أخلاق دي سيادقن كي سمدنا قرآن كما موغضو هذا نوحو كورنا يا بقولي أفر يطوان كبادين عسان ودافي ووان ختمي مهم كو حوي وإناد قرآن كإنتا تكبرتي كوردقن توت كتوسناتو هيا رات أماها بدناتو ولذلك تدكي هوري يعني يدو الله جاي أبو صور كي القرآن ككهيان إني كوبيهين وإير أي كحفذان أيها هذانا أنت سرّاد يا سامين وين أي كلهاي ويا القرآن كقيمه سيء قانين وسيدنا علماء فضودين والله عسلا أنا سمحوا له كان الواحد منا إذا حفظ البقرة وآل عمران جل في أعيننا متكايو هذو بقرية آل عمران قاتو حفظوه إنها يجوا كوي نانشر نوين أو عليس بدن سعريها نوارك جري أدوغونا بقولي أفريا طوانكي أدو حمبارسن أيان لو أركين وحوين سببتو محيطاي وواقعينا إيا قرآن كسيدو إنو لفضو دادين لوردا يلصدي هذا القرآن وحوبة هي تدبر هل مثال هذين نصوق هذا النخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء والمرسلين كي أقو عبسيدة إي عبادة بدنا عد قرآن كفهانتو أفيرسطة كي أقو بوينا إي إمام ككو أهاي إساقل لغو سودة چيي قام بآية حتى أصبح سيدة حديث كأبي ذر كسوغن نبي صلى الله عليه وسلم هبين دن هل آيات بو ككعي أو كسو جودي وهدنا وكعي أو كسو عليني إلا واجي أبري آية واحدة محا آيات كلي هبين دان ووكعي قيام ووقات وحكو تدبري معناها آيات دا سحن بارسنتها وهذا الك الله يري إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله يو هدي أد عذابته وأضوم ذادي هدي أدو دم بدافتنا
الله يو أديك أك حكم كي حكمة ضبا إسكاله يا عزيز كي غالب كين عيدنا بيكسن كرين هدي أدعى فيسو إن تعذبهم فإنهم عبادك هداد عذابته وأضوم مضادي وإن تغفر لهم هداد أدن بردافتو ديسك سامح دنا فإنك أنت العزيز الحكيم الله يو أدوك وحتهاي كغالب كأه الذي لا يغلب أمره إن عدنا وحويان مقونين كرين عدنا أنا بيكسن كرين إساقو مخلوقات كيسا مقونية الله حكيم كأه الشيء والبهل كيسا لغاية حكم كأه هي حكمة صوبا بإسكاله آياتها هذه الآية أيها هبين كاسور النبي محمد وكتاجنا أو كسوع العليني معناها إذا أيوة روحية معناها أودن دمية وحى وفهمي وحى كهذ لسية وحى حمبار سنتهاي قرآن كا أيوة عرب كيس هي قلب كيس بك أخري عرب كون كما أخري لكن قلب كون كأخري مركا وحى وده سعودي عرب كيسة يا علوشيس أف كيسة يا أور كيس قلبه هو لسانه إنك لكن وحلا جاي أبا يروح إنه أف كيك آخره لكن هل كان بعاني ورافس أنا إنه أور كيسة أنا يشرين ولا ليه أبو عبد الرحمن السلمي وحلا هاي سنة حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا وحيونا أبو عبد الرحمن السلمي وحينا الشيخين رقي رقا هاي أصحابتي أجلد هاي ووينا القرآن كان نوع أخري يجري سيد عبد الله بن مسعود يا عثمان بن عفان إيوه وحي نوشي جنبو يلو نكسو قارن إن الصحابة داسي أهايين كوه النبي قمر كي طبان آيادوت كاقاتان طبان كاان كتلابسان إلا أي برتان طبان كآيادوت وحي كجرة علمي إي عمل با مركاسا وحي يدادين فتعلمنا العلم والعمل جميعا وحي نمرك ليا وضبراني علمي إيكو عمل فالكيسي إنك آفدة إنه وحوي ده علم جي عمل كيبان وده سعون وقفك وحلاج يا أبا إنه علم فربضا أنحم بارسيحي لكن علم جا عمل كيسي عبسيدي سانو لهاي لكن إياه وحيا هاي ضد علم جودي عمل كودو وده سعود وأنو كلا سعون وطبعا كآية ضد أنك تلابسنين إلا أيكو عمل فلا معناها إنه دون إنه 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 ديبو صون ولا إنه إنه كردا قننا واقها ما هالكيد قاعدي يأينا ديك ستون وحفر بدن لكن واحد يسوي دي سام حات كج عمل فشي إلا إن آيات دكوك ردا وحجة لك أو عليك أما حجهم بيكوتاي أما حجهم بيكوتاي والقرآن حجة لك أو عليك صدق كتيس يا قرآن كاد حفظي وحجك ويا صدق كوا ما كو عمل فشي أنت أتكبرتي نفط هذا ما كو حساب سي حديث ككو كرنا واسدا سوكله وحجة لك أو عليك وكوجي هاي حجة أما حجة كوجي هاي لبضع ميدو وي متى دحد ما شفته ولا ليا وحمر كان مهم طلبة العلم جو هنا ينضب هاس نفتي إنه أجنه ومرك هراء قرآن كم مدنانته كوباد أي نصينه مرك لبعض kolba inta ino korodha nafteena aynu ku khasabno amal falkeedii ibaadadeeda oo ilmiga ino korodha ina dhalsiyo cabsi iyo ibaado wa khasaare iyo ayaan daro talibul ilmi wixii u kordhay aanu ka muuqan oo laga yaabo ki aan ilmi ba baranay inuu jamci ugu horeeyo oo jamaacadi ugu horeeyo oo jumcihi ugu horeeyo oo safki hore ugu horeeyo oo wardigi ugu horeeyo oo dhikriga iyo quraanka ugu horeeyo wa khasaare way dad fara badan ba jira oo ma sha Allah iyagu on talabato cilmi ahayn hadana inta cilmi dhagoodka ay ahaayaan ku dhaqma oo aan cidi uga soo horeeyney safka hore iyo khayraadka laakin talibul ilm isaga ugu haboon oo ugu awleysan inuu hormood ku noqdo amalka soo cilmigi maad xambaarin amalkana xambaar
way cilmi aan amal lahayn midan male wa cilmi aan faa'iido lahayn oo dheef ku lahayn dib mooye wuxuu noqonaya ku nabi maxamed ka magan galay sallallahu alayhi wa sallam allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' ilahu waxan ka magan galaya cilmi aan naf'i iyo wax tar lahayn dib mooye aan dheef lahayn wa cilmiga aan cabsi iyo amal lahayn cilmiga barakada lihi laakiin waa ka lagu camal falo ee ilaahay lagaga cabsoodo ee ilaahay kugu hoggaamiye ku tusa dariiqa saxda ah oo aad ku sugnaato walaalayaal alqur'aan yaxtaaju minna ilaa an nakuuna min ahli waxaynu u baahannahay inaynu noqonno ehelkii qur'aanka ree qur'aan tolka qur'aanka inaynu noqonno laakiin sideed ahlu qur'aan u noqonaysaa ilaa ahlu alqur'aan ku darajo sare ayay leeyihiin oo nabi maxamed wuxuu yidhi sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi ahliina min annaas qaaluu man hum ya rasuul allah qaala ahlu alqur'aan hum ahlu allahi wa khaasatu ilaahay waxa uu leeyahay dad uu dadka kale ka dhex doorto u gaara oo ummadda inta kale uu kala soo dhex baxay oo sharaf iyo darajo uu kaga soocay ummadda inta kale kuwaasi waa ayaa la yidhi rasuulkii allow kuwaa ilaahay dadka kale ka doortay nebigu waxa uu yidhi sallallahu calayhi wasallam hum ahlu lqur'aan ahlu llaahi wa khaasatuh kuwaasi waa kuwa qur'aanka ehelka u ah waa ehelkii ilaahay waa dadkii ilaahay doortay dad ilaahay weeyaan oo rabbaaniyiin ah oo khawaasta ilaahay dadka kale uu ka gaar yeelay ah haddaba sideed u noqon kartaa ahlu lqur'aan waxaad u noqon kartaa dee akhlaaqdii qur'aanka inaad yeelato oo nebi maxamed sallallahu calayhi wasallam markii lagu ammaanay dhaqan wanaag ee allaahu yidhi wa innaka la calaa khuluqin cadiim nebi allow waxaad ku dul sugan tahay dhaqan weyn oo wanaagsan waa ammaan ilaahay ku ammaanay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ammaantaa lagu ammaanay waxa uu ku mutaystay nebi maxamed meel kale maahay waa masterka qur'aanka qur'aanku kala soo dhex baxay oo caaisha markii la weydiiyey dhaqankii nebi maxamed ilaa waa tan la ammaanay eh waxay tidhi kaana khuluquhu lqur'aan meel kale ha dayin meel kale ha ka doondoonin oo ha ka dayin nebiga dhaqankiisu wuxuu ahaa qur'aanka kaana khuluquhu lqur'aan haddaba haddaynu doonanno inaynu noqonno ahlu llaahi wa khaasatuh laa budda an natakhallaqa biakhlaaqi lqur'aan waa lagama maarmaan inaynu akhlaaqdii qur'aanka yeelanno si aynu ehelkii qur'aanka u noqonno laakiin ehelkii qur'aankaan doonayaa xaafidu lqur'aan baan ahay akhlaaqdiisiina melihi dee lasta min ahli xuruuf la akhriyo ehelka qur'aanka laguma noqdo dhaqan iyo akhlaaq baa lagu noqdaa kitaabka xurmatu ahli lcilm safxada sagaashan iyo lix waxa uu ku soo naqliyo uu yidhi asheekh cabdiraxmaan ibnu cabdilcasiis assudays tarjamada sheekha imaamu shinqiiti isagoo u tarjamaysanaya ayaa waxa uu yidhi waxadathanii ibnuhu cabdullaahi canhu annahu qaala fii macradi ltaxdiiri min acraadi annaas qatlu lawlaad wa akhdu lamwaal ahwanu min akhdi lxasanaat lishaayibin kabiir yacnii nafsahu raximahu allah wahuwa taxdiiru min alghiiba waxa uu sheekhaas yidhi isagoo yacnii tarjamadii muxamed ibnu alamiin ashinqiiti saaxibu adwaa'i lbayaan imaamka weyn ee imaamu shinqiiti ee adwaa'u lbayaan kale tafsiirka weyn ee adwaa'u lbayaan fii idaaxi lqur'aani bilqur'aan imaamkaas isagoo taariikhdiisa ka warramaya oo tilmaamaya waxa uu yidhi imaamkaa shinqiidi inankiisii cabdullaahi wuxuu iiga sheegay inuu yidhi imaamkaasi isagoo dadka inay yacni xanta dadka iyo dadka sharafkooda in meel lagaga dhaco isagoo dadka uga digaya ayaa waxa uu yidhi qatlu lawlaad wa akhdu lamwaal ahwanu min akhdi lxasanaat lishaa'ibin kabiir wuxuu yidhi waryaada carruurta oo dhan oo layga laayo iyo xoolahoo dhan oo layga qaado ayaa uga fudud yacnii in xasanaadkiiyo wanaaggayga layga qaato xoolahaygiiyo ubadkaygiiyo amwaashaydoon waayaa iiga fudud in xasanaadka layga qaato lishaa'ibin kabiir nin yacnii ciroobooda oo anoo kale ah macnaha wuxuu ujeedaa naftiisa
wuxuu ninkayga da'da ciraystay in maalintu ugu baahi badan yahay wanaagiisii hortiisa lagu qaybsado taa waxa iiga fudud maanta ubadkaygoo la wada laayo iyo xoolahaygoo la qaado way taasi waa dhibaato adduunyo laakiin tan aakhiro marka wanaagaygii la qaybsadee dadkan xantay la siiyo waa khasaare abadoon ka soo kabasho lahayn iyo ka soo kici toona khasaaraha adduunyada soo lagama soo kabto oo suurtagal ma aha inaad hadhow hesho inaad ubad hesho inaad amwaal hesho waa suurtagal laakiin khasaaraha aakhiro ka soo kabasho ma leh marka wuxuu yidhi war xoolahaygii iyo ubadkaygoo la qaada iiga fudud wanaagaygoo la qaybsado wuxuu u jeedaa imaamku inaan cid xanto waxa iiga fudud ubad iyo amwaal waxaan leeyahay waayo رحمه الله تعالى رحمة واسعة قرآن كان ربيه وأخريه وفسرائي معنيه سو دندميو دوحي تاسا كو حمبارتي كلمة دائنو يراهضه مركلا نوحا وشيغينا كيس سو آبيه كورماية أن رجلا كبيرا اغتاب عنده رجلا نندأه ووين أيا أكتي سننك لكو حنطي فنهاه وأودي ذو حيل ورشوش حنت إنك واحد لقي أبا قفك أكتي سادي واحد لقو حمان أيوه حدا أنو يسق ولا بو داعين ونو لا عمرين إنه يسق أمسود دقي استو قصلي ولا بام صعب كأطمو لكن سيدا صح دوا محي إن ترى ذا بئس ما قلته سأند حمان تقول وداعين ورحمان باتريك تشوكسو مركا أكتي سايا نويني كو حنت نين كلا مركا سود ورك تشوك فقال المغتاب كي وحمنا يا كويدي أنا المتكلم لا أنت شيخ أنا هذا لي أدي جماها محاك عقلي فرد عليه الشيخ بقوله شيخ وحك عليه وجوابي أنا شايب بين جنبي صورة البقرة تسكت بأدب أو تخرج وحد وريا نندأ عرولا أنا ودين عيدي سيلابتي سكسد صورة البقرة أي كسو قنتهاي إذا بات كو آموسي أما الباب كات كبح الله أكبر وحو فهمي حقيقة قرآن كو سيدو حمبارسي تدك الزمن كو حلقا يا أبا حقنا ينو قرآن كي كسبعين أيو حقنا أعراضي مسلمين تو كسبعين أيو وهي قرآن كان كدو حين ودي مقود دريمين قلبي جيسا نمقلين لكن قفك قرآن كو قلبي جيسا قال الصورة قال كما أها إنو يتلدد إسكم عن سدا أعراض الناس وقرآن كي ساقو أخري هذا نوحنته quraanku akhriyay isagu oo maray marka dad kala leedo iska akhriyay way hadhowba hortiisa lagu qaybsanay marka waxa uu yiri wariyaa edabku aamus ama albaabka ka bax nin daan ahay suuratul baqara ay qalbigiisa ku jirto halka waxa laga fahmayaa ayo alikhwanu fillah saahibul quraan inuu dareemo waxa uu xambaarsan yahay laabtiisa uu ku qaaday iyo quraanku qiimaha uu leeyahay iyo cadamada iyo culayska quraanka inuu dareemo aya loo baahay hadii kale de waxaad iska noqonaysa uun ka mid ah al-himar yahmilu asfara bi ismatha al-qawm alladheena kadhabu bi ayatina yaani damer kutub lagu raray miyu dareemaya waxay ku xusidaba culays mooyee hadii looxaan la saaro hadii dhagax la saaro iyo hadii quraan la saaro way isugu mid damerka way deema dareemayo mana garanayo waxa lamid ah qofka quraanka qaatay xambaaray ee hadana aan ku dhaqmin wa ka mid ah al-himar فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كبدر ضمير أي أو كلا لقط المام وهذا دباته إيو ويرر كل دقائق دان عرب كون الله دين إياه هذا ديس كده يسان عرب كون الله دين إياه والروح علمك وقاتي أنكو عمل فلن وأيجا أي سقمت هاي حال ديس كنا وأي سقمت وهذا دواني سيئة هذا ديس كده يسو أنت مدنا كده حمايو وحو حمبارسين يا آياتك وقاتل إذن واجبك إن سارني وحوي يا طلبة العلم إن ندب السجون نقنه وحالنا مع القرآن حال كي إن القرآن قبل سيدا إنه كنا هاي إن نفرد قافرد أوجن نقنه وسيدا القرآن كوي هاي يا سيدا إنه قاضنا إنه هاي سنة وكافية كلا ديري لبك الله دروب سوي القرآن كو وحوب به هي دب إن أوجن نقنه والله ثم والله هذين القرآن كمعنيه سيقيمه سجرنه وأي نروحنا نكرنا قنه بركديس
iyo nuurkiis ifkana way naga soo daahiraya oo barakadiisu waa ina dhameynaysa aakhirana tu ka daran oo ka badan baa ina sugaysa iyo karaamo weyn laakin hadii sida maanta faraha badan leh xuruufti la akhriyo macaanidi iyo dhaqankiina aan culays badan la saarin dee adduunkana ku intifaaci maysid aakhirana halkaad janno kaga geli lahayd waxa suurowda inuu dabada kaa kaxeeyo naar kugu xasuuqo ciyaadan billaah ilaa qur-aanku waa labadaas walqur-aanu xujatu laka aw calayk hadduu kuu dooduu kuu dacweeyuu kuu ergeeyana dee jannu sabab kugu noqonaya hadduu adiga ku dacweeyuu ku ashkateeyana dee naar baad ku gelaysa waa labadaa kala dooro mid saddexaad ma leh walqur-aanu xujatu laka aw calayka walaalayaal waxaan dib ugu soo noqonayaa qur-aanka iyo barashada macaanidiisa tafsiirka qur-aanka kariimka ah maanta nicmo weyn ayaynu haysanaa oo masaajidkaa tagtaba iyo macadkaa tagtaba iyo halkaad martaba kitaabkii ilaahay waa lagu akhriyayaa laakiin waxa kooban dee inta ka faa'iidaysanaysa ee u fadhiisanaysa ee xaqiisa siinaysa waxaan markaa naftaydii nafihiinaba kula dardaarmayaa qadarka yar ee tafaasiirta iyo qur-aanka macnihiisa la akhriyayo waa waqti kooban waa waqti intaad u fadhida aad tahay qof salaad ku jira waayo ruuxu halkii uu ku tukaday inta uu fadhiyay aanu ka bixin waxa uu ka dhiganyay sida xadiidka nebiga ku ansaxday ka'annahu fii salaah mantadara salaah inta uu salaad sugayo salaad buu ku jiraa macnaha qof tukanaya ajarkiisii baa u socda waa abaalweyn markaa dhinac salaad iyo cibaadaad kaga jirtaa dhinacna cilmi iyo aqoon ayaa kuu kordhaysa dhinac waxaad u fadhiisateed jilbaha dhulka u dhigtay waa ilaahay kitaabkiisa inaad barato wax fudud ma aha waxaan walaalyaal baraarujinayaa barashada tafsiirkuna yaanay inaga noqon tarkiibka isa saar yacnii waxa weeyaan qaala iyo alfaadii inta la macneeyo dee in la dhaafo taa yaanay inaga noqon laakiin waa inay noqoto maqsuudka aayadda in hoos loogu dhaadhaco oo aayaddii marka lagu macneeyo maxay xambaarsan tahay amar hadduu ku jiro qaado ilain maqsuudku waa intaa nahyi hadduu ku jiro ka joog ilain maqsuudku waa intaa xukumka ay xambaarsan tahay qaado ilain ujeeddadu waa taa laakiin haddaad alfaaddii dabada ka gasho tarkiibkii si fiican u laqabaysood isa saarto laakiin halkaa aad ku dhaafto dee markaa ma kitaab ilaahay baad akhriday ma jaraa'id waxaad akhrida waa maxay ruuxu waa inay u kala soocnaato dee qiraa'aadka kale iyo qiraa'ada qur-aanku oo aayadda uu akhriyo xarafkeeda macnaheedana uu fahmo xukumkeeda inuu fuliyo horta maqsuudka loo socda waa kaa ka aynu doonayna nafteenna inaynu ku barbaarino inu ku tarbiyeynana waa taa tafsiirka qur-aanka inuu bilaabayna min suurati albaqara hoos baanaynu usoo dhaadhacayna insha allah waa in habeen walba intaynu qaadanno aad isweydiisay intaad naftaadii ku noqoto bal mawaadiicdii casharkani ka hadlay waa maxay imise amar baa ku jiray imise nahyi baa ku jiray imise axkaam camal iyo dhaqangelin u baahan ku jirtay imise xuduud ku jirtay dee waa inaad xisaabiso ilain tadaburku saasuu ku imanayaa ta aynu doonayno tafsiirka inaynu u baranno inu u akhrino inu u dhigannana waa sidaas waynu tilmaami doonaa intii aynu dhigannaba wixii ku jirta axkaam iyo awaamir iyo nawaahi si aynu ula baxno camal iyo dhaqan aynaan ula bixin un qiraa'a iyo akhris mujarada laakiin waxaa laynooga baahan yahay dee tafsiirkeennu sidii caadiga ahayd un alfaadda isa saar inaanu inaga noqon laakiin uu noqdo alfaadda isa saartaya maxaa ka dambeeya alfaadda maa waraa alalfaad erayadaad macnaysay maxaa ka dambeeya maxaa ku jira maxay xambaarsan yihiin taasi waxay nagu xambaaraysaa inaynu qur-aankii la noolaano oynu ku dhaqanno oynu ku toosnaano oynu noqono qur-aan yacnii dad qur-aanka macaanidiisii dhaqan ahaan iyo waaqic ahaan ugu dhaqmaya waxaan walaal taa ugu celcelinayaa dee maqsuudkii qur-aanka iyo mawduuciisii iyo nuxurkii u lahaa ayaa aad u daciifay oo xataa inteenii dhiganaysay ayaa macnahan isa saar mooyaane macnaha fahm mooyaane yacnii maxaad ka qaadato maxaad kala baxday ay nagu yartahay naftaada xisaabi habeen walba intaad dhigato xisaab la bax
soo nin walba ganacsigiisa iyo tijaaradiisa habeenkii xisaab xidh ma sameeyo maxaa ku soo kordhay maxaa ka dhacay maxaa ku kordhay habeen walba intaad dhigato xisaab xidh sameeyso oo waxa tiraada intaas oo aayada maxaa ahkaam ku jirtay maxaa awaamir ku jirtay maxaa nawaahi ku jirtay maxaa tawjiihaad iyo tacaaliim ku jirtay maxaa tadabbur yacni aad la timid oo u fiirsato oo fahamtay xisaabta dabadeedto haddii aad ku dhaqantayna waxaa tiraa alxamdulilaah haddii ay wax kaa dhiman yihiinna tub ila allah wacmal bih intaad ilaahay u noqoto dee ku dhaqan oo ku toosnow oo ha ka baydhin walaalayaal taasaynu insha allahu ku dadaali doonaa naftaydiiyo nafihiinabana waxaan ku waaninayaa qur'aanka wax ka weyn oo laysku waaniya horta ma jirto fadakkar bilqur'aani man yakhaafu waciid qof wax lagu waaniyo oo ka weyn qur'aan ma jiro kafaa bilqur'aani waacidan wax ka weyn oo lagugu wacdiyaa ma jiro qur'aan qofku qalbigiisa qoyin waayena wax kaloo qoyinayo salayaa ma jiro ilaahay qur'aanka quluubteenna ha ku nooleeyo oo kuwa yacni quluubtoodu ay ku saamowdee ku ta'asuro qur'aanka allah inaga yeelo quluubteenna allah jilciyo oo qur'aanka kuwa ku jilca oo qur'aanku ku qoya quluubteenna allah ka yeelo laakiin waxaynu taa u baahan nahay asbaabteedii inaynu la nimaadno asbaabteedana waxaa ka kow ah dee qur'aanka inaynu la noolaano macaanidiisa aynu la noolaano axkaamtiisa aynu la noolaano hadba intaynu ka dhiganno aynu ku dhaqanno taasaa qalbigeennu ku qoyaya laakiin qur'aankii haddaanad kuba dhaqmayn oo laba waddo aad kala haysaan oo adnahaadka aad marayso qur'aankiina dariiq kale u hayo dee qur'aankiina qoyn maayo walaalayaal waxay ahayd waano iyo tawjiihaad aan naftayda u soo jeediyey walaaladayna aan ku xasuusinayay وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء هبين دمنا إن شاء الله توس أين أبلا بدونا إن مركي نتكنو إن شاء الله بإذن الله الكريم وحي نو أبحي دونا إن حلقة دين أفريسان دونا وايا دات كوا اللبا دات كوا وين سامعين تير دقي سنية دير دقي سيغاسة إلهي كو أنفعيا أو وحويان إياغو دوحي علمي دوهد أي كو قاتان innaka iyagaba ilaahay nagu anfaco laakiin dadka talabatul cilmiga ah ee ardayda rasmiga ah noqonaya ee hadhow qur'aanka marka qayb la qaataba marka jis la dhameeyaba lagu imtixaamayo ee hadhow insha allah ijaasada la siin doono waa inaynu gaar u qorayno sajilo waxaanan insha allahu tacaala ku dadaalaynaa qofkii ka soo baxa ee si fiican u dhammaysta ee waxa weeyaan qur'aanka xaqiisa siiya inta awooddiisa ah inaynu siino ijaaso sanad mutasil ah oo ku xidhiirsan sheekheena sheekh maxamed alamiin alharari xafidahu llah waracaah sheekha caalimkii weyn ee kitaabkan xadaa'iqu rawxi waalrayxaan ee dhowr iyo soddonka mujallada leh ee xaramka jooga maka sheekhaas oo waxa weeyaan ijaaso aan tafsiirkiisa kaga haysto iyo kitaabkiisaba ayaa insha allahu ciddii dee tafsiirkaa fadhiisata ee ku dhaqantae ku toosnaatee barata ijaasadaa insha allah oo isaguna in ii ijaaseeyey ciddii ehel waa inaan usii ijaaseeyo ayaan siin doonaa insha allahu tacaala biidni illahi alkariim marka ardayda wixii doonaya inay dee lagula xisaabtamoy ku taxnaadaan markaynu cishaha tukanno ayaa waxa weeyaan aynu gaar loo qorqori doonaa haddii allah idmo doctor guuleed iyo walaalaha kale ayaa qorqori doona insha allahu tacaala marka jazaakum allahu khayran wa baraka allahu fiikum sheekhayga sheekh maxamed alamiin alhararina xafidahu allahu waracaah maadaama majliska aan ku soo hadal qaaday waa sheekh itoobiyaana oo caalim ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi fara badan oo qur'aanka ah u furay ilaahay waxaan u weydiinayaa oo magacaantiisa wanaagsan iyo sifaadkiisa sareba aan ku su'aalanayaa inuu ilaahay cimrigiisa dheereeyo hadda sagaashanka uu dhaafo boqolka ayuu afka la galay haddana ilaal-aan kamuu zuulin inuu qoru wax alifo waayo tamartiiyo awooddu maaha yacnii tan jidhka awoodda lagu shaqeeyaa maahe tamartu waa ta qalbiga markaa qofku isagoo sagaashan jir ah ayuu qalbiga dhallinyar ka yahay oo wuxuu qoraya aynaan qori karin markaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigana ha u dheereeyo camalkana camal saalixa ugu khatimo dembigiisa alla ha dhaafo caafimaadka alla ha u quweeyo innakuna sidaynu majliska ugu jamacnay ilaahay jannadiisa aynoogu jamciyo wa sala allahuma wasalama calaa nabiyina muxamed wa calaa alihi wa saxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin